قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم بجولة ميدانية للاطلاع على عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في أسواق المباركية. نعم، اطلع الفريق المكراد خلال الجولة على خطة متابعة ورصد المباني والمنشآت والمطاعم ومدى التزامها في اشتراطات السلامة والوقاية. بهدف ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة وفي العطل الرسمية، وعلى هذا السياق قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بجولة ميدانية للإطلاع على عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في منطقة أسواق المباركية. قمنا من بداية العيد بجولات تفتيشية على جميع الأماكن التي يرتادها الجمهور سواء كان مواطنين أو مقيمين لتأمين سلامتهم، والحرص أن تكون هذه الأماكن أماكن مستوفية اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. من خلال هذه الجولات والتفتيش رصدنا عدد من الملاحظات والمخالفات، وقمنا بتحرير بعض المخالفات وبعض المنشآت اللي ذات الخطورة العالية كان لها قلق إداري، أصدرنا فيها قرار قلق إداري. نأمن السلامة للجميع، نأمن أن تكون العطلة هذه عطلة يعني بعيدة عن أي منقصات على أهلنا وأخواننا مرتادي هذه الأماكن. هذه الجولة تأتي لمتابعة ورصد المباني والمنشآت والمطاعم ومدى التزامها في اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق. الجولات التفتيشية والحملات التفتيشية هي مستمرة على مدار العام وليس بس فترة محددة، ومستمرة في جميع المحافظات، يعني موجودة في محافظة الجهرة وحولي والأحمدي والمبار الكبير والفروانية والجميع. ولا شك أن هناك في تغييم للمخاطر، فرق الأطفاء تغيم المخاطر، تغيم أماكن التجمعات، وتلجأ دائما إلى الأكثر خطورة ثم الأقل من ذلك، لحين يعني السيطرة على جميع أماكن اللي يرتادها الجمهور والتأكد أنها أماكن آمنة لهم ولأبنائهم ويقضون فيها أوقات سعيدة بعيد عن أي منقصات الحريق. وتدعو قوة الإطفاء العام أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية إلى ضرورة تنفيذ الاشتراطات من خطر الحريق حماية لأرواح العاملين والمرتادين وحفاظا على ممتلكاتهم والأمن المجتمعي. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.